مساء الخير على كل مشاهدي برنامج دكتورز اللي بيشوفونا في كل مكان في الدنيا، وحلقة جميلة ومميزة إن شاء الله. في البداية أحب أرحب بالجمهور اللي منور النهاردة معايا في الاستوديو. أيوة كده، عايز أقول لكم إن أنا هبتدي الحلقة النهاردة بمهن قديمة انقرضت خلاص، حاجات إحنا كنا بنسمع عنها أو بنشوفها في الأفلام الأبيض واسود أو بنسمع عنها برضو من أهالينا. يا ترى المهن دي لها لازمة في حياة الناس فعلا؟ يعني كانت في وقتها لها لازمة؟ طب المهن دي ليه انقرضت؟ حل محلها مثلا حاجات برضو جديدة؟ إحنا عايزين نعرف. أنا هختبركم معايا، بس أنا عايزة أقول لكم على مهنة كنا طول عمرنا بنسمع الجملة دي، إحنا ما كناش نعرف إنها مهنة، يعني علمة وبلانة. علمة وبلانة، طب العلمة وعارفينها، إنما البلانة بقى يعني إيه؟ ها؟ قولي، أنا شايفاك ده أنت كنت قبل الحلقة يعني بتقولي ده أنا بقى اللي هجاوب على كله، يلا جاوب. هو في عامة في مصور الشارع من الحاجات القديمة. أنا ماليش دعوة بمصور الشارع، أنت هنفتي، إحنا داخلين في البلانة. مصور الشارع مين؟ هما كانوا بيطلعوا للشارع اصلا؟ قول لي مين البلانه؟ البلانه ده تقريبا على ما اعتقد اللي هو الطبال. البلانه طبال؟ على ما اعتقد. قلبي قلبي. لا من الحاجات اللي انا ما اعرفهاش بصراحه. ده حتى هي مؤنثه، هي بقول علمه وبلانه. بلانه. طيب. تمام. البلانه دي بقى حاجه كده زي الكوافير حضرتك. تمام. تعمل ايه بقى؟ كانت بتجهز العرايس وتعمل لهم شعرهم. شفت بقى؟ أيوة كده خسرت معايا جايزه البلانه. ماشي. طيب دي بالنسبه لعلمة وبلانة. طيب في حاجه تانية برضو لفظ غريب قوي سمعته اسمه المقبعه. المقبعه، قولي لي بقى شغلتها ايه المقبعه بسرعه كده؟ قولي زي المعلمه بالاسم مثلا. يعني تفتكري ايه من الاسم؟ مقبعه المعلمه او حاجه زي كده. لا، المقبعه دي الستات اللي بيبقى عندهم صلعه في شعرهم هي اللي كانت بتعالجهم، يعني زي دكتور الجلدية النهاردة لما احنا بنروح له بنقول له شعرنا بيقع او كذا، فهي بقى كانت بتحط حاجات لإنبات الشعر، وغالبا بقى بيبقى التوم والبصل، وتقعد تطبخ على شعرها شوية خلطات، بس يمكن الخلطات القديمة دي فعلا كانت بتجيب نتيجة. طيب في مهن كتير قوي لو قلت لكم عليها هتستغربوا. في مهنة اسمها أولاق او أولاق او او لا معرفش، هي أولاق. المهنة دي هو نقال الكلام. يعني ايه بقى نقال الكلام؟ اللي هو شفتي ده ده حكايه وروايه مش عارفه ايه كده، انا ما شفتش، انا ما عرفت، عارفه الجو ده؟ هو ده بقى الاولاق اللي هو لا دلوقتي السوشيال ميديا بقى، هي رساله بسيطه على الواتساب تفضحي وتفضحي عيلته كلها. الموضوع دلوقتي بقى بسيط جدا، يا حرام زمان كانوا بيستخدموا شخص واحد عشان يعني يمشي ويفتن على الراجل ده ولا على الست دي، لكن النهارده التطور بس السوشيال ميديا ما شاء الله ما خلتش، زي ما بقول لك كده حاجه واحده بس كده تبقى انتهت. طيب الدايه اللي هي المربيه، ها اللي هي بدل ممرضه، الدايه هي كانت بتولد، اللي كانت بتولد اظن دي بقى سهله قوي فعلا كنا بنتفرج عليها الدايه. طب حد يعرف؟ هقول لكم يعني الوصف، هلعبكم لعبه وانتوا تقولوا لي اسمها ايه. يا خرابي الندابه. برافو، سقفه بقى، شكلها بتحب الحزن والغم. شطوره في الغم يا حبيبتي. الندابه دي بقى كانت شغلتها الند، وتقعد كل ما تزود قوي في المياتم وليعوذ بالله، وهي صغيره على الموت يا فتحيه، فتحيه دي عندها 99.9 وصغيره برضه، فالناس ايه بقى تقعد تعيط قوي قوي، كل ما الناس تعيط كل ما ايه؟ كل ما تقبض اكتر. شغلانه. طيب هقول لكم بقى على مهنه فعلا الاسم يعني كوميدي جدا. انا مش عارفه ازاي سموها كده او ليه، هي مهنه لأ لأ، تخيلوا. لأ لأ، والله هي اغنيه دلوقتي. ايوه بس هي زمان كانت مهنه. حضرتك بتشتغل ايه؟ بشتغل لأ لأ. تخيلي انت كده داخله محترمه الشركه
وبيسالوكي عن السي في اشتغلتي ايه قبل كده، قلت لهم لا لا حضرتك لا بنسالك لا لا انا بقول لك شغلتي لا لا. فلا لا دي بقى كان شغلانته ايه؟ ها حد يقول لي تخيلوا كده بسرعه. ها معترض عنده اعتراض، بيعترض على كل حاجه. ده كان بيربي ولاد الاكابر والوزراء زي المدارس الانترناشونال. ولاد الوزراء؟ اه كان بيربي ولاد الوزراء. اه كان بيعلمهم يقولوا لاهاليهم لا لا لا. وبكده تبقى فقرتنا انتهت، بس استنونا دكتور لسه ما خلص، رجعنا لكم تاني. رجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية بعد الفاصل، لكن رجعنا على موضوع مهم جدا. في الحقيقة أصبحت رياضة رفع الأثقال رياضة مهمة جدا وبتحظى شعبية كبيرة جدا، وكتير قوي من البنات كمان قبل الشباب بيتجهوا للجيم والمراكز الرياضية، ومع انتشارها بقى والأندية وكل الحاجات دي بقينا نروح وعايزين نرفع أثقال. ومع التطور كمان للأدوات اللي هناك اللي في الجيم والأجهزة الرياضية دلوقتي بقى فيه تطور هائل. ليه بقى بنعمل كده؟ عشان نعمل شيب حلو، علشان نعمل تقوية للعضلات. كل ده جميل وكلنا بنعترف إن رياضة حمل الأثقال فعلا رياضة مهمة، لكن لازم تاخد بالك. تاخد بالك من إيه؟ أي حركة غلط ممكن تعرضك لإصابة، مش بس حركة غلط. أو شيل هذا الثقل أو حمل هذه الأدوات بطريقة خاطئة برضو أو مفاجأة ممكن تعرضك لا قدر الله لانزلاق غضروفي. اللي هيكلمنا عن ده النهاردة دكتور عمرو سعيد، استشاري في علاج الآلام للمفاصل والعمود الفقري والألم التداخلي وعضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. في البدايه رحب بحضرتك دكتور. زي ما انا نوهت كده في بدايه الكلام وقلت احنا بصراحه بنتصرف تصرفات غلط او بغشامه زي ما بيقولوا بالبلدي كده، نروح جيم يعني نفتري ونشيل اثقال بطريقه غلط، نتحرك حركه مش طبيعيه. حتى في الحياه على فكره احنا ممكن نوطي فجاه ونشيل حاجه تقيله، او يعني ده مش بس بيبقى في الانديه او في الجيم. عايزين حضرتك بقى تعرف الساده المشاهدين خطوره هذا الفعل، يعني قد ايه ممكن يوصل معانا لمرض زي مثلا لا قدر الله انزلاق الغضروفي او غيره. الحقيقه هو الموضوع مهم جدا زي ما قلت حضرتك، احنا ممكن من اهم المواضيع فعلا. مفيش انسان في خلال حياته الا ما يكون بيعاني فتره من فترات حياته من الم في العمود الفقري، سواء كانت فقرات عنقيه او سواء كان فقرات قطنيه نتيجه زي ما حضرتك نوهتي كده برضو من ممارسات خاطئه. ممكن يكون لعيب رياضه فبيلعب جيم او بيتصرف او عمل تمرين غلط او عمل حاجه غلط، او حتى لو شخص عادي في البيت او ست البيت العاديه بتشيل حاجه، او احنا حتى الناس العاديه خالص وهي بترفع حاجه بتزق حاجه باسلوب خاطئ، فهوب حصل الم في الفقرات القطنيه او فقرات العنقيه. ممكن حوادث، لو احنا برضو من ضمن الحاجات وممكن اشهر حاجات تسبب الام في الفقرات العنقيه هي لما نكون مثلا لا قدر الله في مثلا حد سايق عربيه وخد مطب جامد او خد فارمل المطب. طبعا ده بيعمل برضو اصابه في المفاصل جار فقرات، وده بيسبب الام من ضمن الحاجات الشهيره جدا. برضو من ضمن الحاجات ان ممكن برضو عيان يكون جاي لنا نتيجه استخدام الموبايل لفترات طويله، بيجي لنا حاجه اسمها كان زمان الكتاب عندنا بيقولوا عليها تكست بوك بين، دلوقتي بنقول عليه ألم الموبايل اللي هو الألم الناتج من استخدام المزمن للموبايل. حاجات كتيرة جدا أو مشاكل العمود الفقري التشخيص فيها مهم. لازم الأول نشخص المريض هو البين جنريتور فين، اللي هو مصدر الألم جاي منين، هل هو جاي من العضلات ولا هو جاي من الأربطة ولا هو جاي نتيجة المفاصل جار فقرات، ولا هو ممكن يكون جاي نتيجة الأعصاب أو ضغط أو انزلاق غضروفي. إحنا للأسف في ثقافة عامة عندنا هنا في مصر يمكن في الوطن العربي عامة بنسمع بنقول أنا عندي ألم في ظهري أنا عندي انزلاق، فالمفهوم
برضو احنا يمكن على طول بنقول كده بالظبط كده. لا مش شرط، مش لازم يكون الالم هو نتيجه انزلاق. ومش لازم يكون لما اروح عملت رنين وتشخصت والدكتور قال له ان انا عندي انزلاق يفضل مستمر الانزلاق، لا الكلام ده اتغير تماما. دراسات حديثه الناس بتتخض لما بتسمع الاسم ده. لا لا طبعا الحاجات دي كلها ليها علاج. والكلام ده كله زي ما قلت لحضرتك مفهوم ده اصلا مفهوم خاطئ. مش لازم، مش اي الم في الظهر هو الم نتيجه انزلاق غضروفي. طيب دكتور احنا معانا تقرير هنروح نشوفه ونرجع لحضرتك تاني. سبين كيور مركز متكامل من التخصصات المختلفة لعلاج مشاكل العمود الفقري والانزلاق الغضروفي بدون جراحة. في الوضع الطبيعي يظهر الغضروف بين الفقرات على هذا الشكل حيث يفصل بين كل فقرة والأخرى. أما هذا الشكل فهو ما يعرف بتلف الغضروف أو بروز الغضروف، حيث تخرج المادة الجيلاتينية وتقوم بالضغط على العصب الذي يخرج من النخاع الشوكي، مما يؤدي إلى حدوث ألم يشعر به المريض، يؤدي إلى حدوث صعوبة في الحركة أو المشي. وبالتطور الحديث تظهر بعض التقنيات للعلاج بدون تدخل جراحي. أهم هذه التقنيات هو حقن جذور الأعصاب للتخلص من الألم. تحقن جذور الأعصاب بمادة الأوزون التي تؤدي إلى تقلص المادة الجيلاتينية وبالتالي التخلص من البروز الزائد من الغضروف الضاغط على العصب. أيضا تقنية التردد الحراري وهي تقنية فعالة للتخلص من آلام الغضروف بتدخل محدود وبدون جراحة. مركز بين كيور هو مركز متكامل من التخصصات المختلفة لعلاج مشاكل العمود الفقري والانزلاق الغضروفي بدون جراحة. دكتور أنا شايفة تطور مذهل جدا، يعني علاج الانزلاق الغضروفي بدون جراحة، ممكن حضرتك تشرح لنا؟ في 96% من مشاكل العمود الفقري ويمكن أكتر من 96% من مشاكل الانزلاق الغضروفي بنقدر نعالجها بتدخل محدود بدون جراحة. يعني إيه تدخل محدود؟ عشان السادة المشاهدين يكونوا عارفين، تدخل محدود هو باستخدام مخدر موضعي للمكان اللي فيه المشكلة، نقدر ندخل على إذا كان الألم المسبب بعد تشخيص المريض هو انزلاق غضروفي ضاغط على العصب، أنا ممكن أشيل الغضروف دوت بدون ما أفتح من غير ما أعرض العيان ده الفتح الجراحي أو أعرضه لعمليات تثبيت. ليه؟ ليه فكرنا كده وليه العالم كله بيتجه إلى التدخلات المحدودة؟ لأنه ثبت علمياً إن معظم الناس أو أي حد عمل عملية جراحية هو هيخضع في هيجي له ألم أو حاجة اسمها متلازمة فشل العمليات الجراحية أو متلازمة آلام ما بعد العمليات الجراحية. دي ليها نسبة في أول 5 سنين بيكون نسبتها 60%، أول سنة بيكون ممكن نسبة تكون أقل شوية 30%. بمعنى أن ممكن مفيش عيان هيعمل عملية جراحية إلا ما هيتردله أو يحصل له ألم نتيجة مصدر تاني أو نفس الألم أو نفس الألم الموجود نتيجة العملية الجراحية نفسها. أوجدنا حل لمشاكل كتيرة جدا في العمود الفقري بتدخل محدود عن طريق الفلوروسكوب الأشعة الفلوروسكوبية أو باستخدام السونار في بعض الحالات، وادخل على الاماكن بعد تشخيصها اللي فيها المشكله واشيلها. زي ما قلت حضرتك كده لو في انزلاق غضروفي انا اقدر اتصرف فيه باكتر من 6 طرق، حقن للغضروف نفسه وده برضو بيدينا نسبه علاجيه، ممكن تقنيه التردد الحراري وده برضو تقنيه علاجيه بدون حقن، هو برضو بنستخدم تقنيه الحقن ولكن بنستخدم موجات الراديو فريكونسي لعلاج المشكله نفسها. طب دكتور ممكن حضرتك برضو تشرح لنا يعني ايه توسيع القناه العصبيه لازاله الغضروف؟ المفهوم برضو وده ممكن يحصل في الناس في الشباب عادي زي ما قلت لحضرتك ان ممكن يحصل حد بيمارس باسلوب خاطئ او بيلعب رياضه باسلوب خاطئ حصل معاه انزلاق غضروفي ادى الى ضغط على العصب عمل له ضيق في القناه العصبيه. فبالتالي الالم بيكون ليه مصدرين، ممكن يكون الالم مصدره الغضروف نفسه او يكون من العصب الملامس ليه فحصل اصابه ليه. طيب في بعض زي ما حضرتك الانزلاق الغضروفي درجات نقدر نقسمها الى 4 درجات، ممكن يكون هو بروز فقط او ان الماده الجيلاتينيه الداخليه دي بدات تطلع لبره شويه وضغطت على العصب، او ان حصل ان الماده نواه الغضروف خرجت لبره وابتدت تسبب هي نفسها تسبب حرقان في العصب نفسه واصابه للقناه العصبيه، وده برضه في الحاله ديت لا بنحتاج ان احنا نشيلها بالمنظار التداخلي بدون جراحه برضه. في كل دي اسباب ممكن نعالجها زي ما قلت لحضرتك بدون جراحه باستخدام مخدر موضعي وبتوجيه الاشعه الفلوروسكوبيه. دكتور ممكن تكلمنا عن شفط الغضروف بدون جراحه؟
زي ما قلت حضرتك كده احنا ممكن ندخل في بعض الحالات اللي بيحصل فيها انزلاق غضروفي بعد تشخيص المريض باستخدام الاشعاعات والفحص الكلينيكي للمريض. نقدر ندخل بالمخدر موضعي عن طريق الجلد، نقدر نشيل الغضروف دوت، ويكون الكتس بتاعتنا زي ما الناس الساده المشاهدين شايفين بتبقى معقمه، بتتفتح لكل عيان، ليها ابره معينه اللي بندخل بيها عن طريق الجلد، ليها السلاح او بنقول عليها الكيبل اللي احنا بنقدر ندخل نعمل بيه التبخير او شفط. هنا بنعمل شفط الغضروف بتقنيه التبخير، وزي ما الساده المشاهدين شايفين احنا بنستخدم كل حاجه لاول مره. العيان كل عيان ليه ادواته الخاصه وليه حاجته الخاصه اللي تعتبر عمليه، ولينا تعقيم كامل، والتعقيم ده مهم جدا لان احنا داخلين صحيح المريض بيبقى صاحي يعني بيبقى واعي معانا. عن طريق المخدر الموضعي بندخل بمخدر موضعي باسلوب بسيط تحت جهاز الفلوروسكوب، العدسه بيكون شايفين المكان اللي احنا داخلين فيه، وبندخل نعمل العمليه بسيطه جدا باسلوب بسيط من خلال الجلد عن طريق التبخير. دي اجهزه الجهاز التردد الحراري واجهزه التبخير اللي بنقدر نستخدم بيها وبنعمل بيها تبخير. زي ما احنا شايفين كده الموضوع بيبقى فيه مخدر موضعي الاول، وبعد كده بتدخل عن طريق توجيه الاشعه الفلوروسكوبيه للمكان او للغضروف المراد تبخيره واللي احنا نقدر نزيله ونعمله تبخير بدون جراحه. ده تخدير كلي يا دكتور؟ لا لا، ده تخدير موضعي، المريض صاحي معانا بنكلمه. طبعا مهم جدا. ويبقى بعد لازم يكون في تواصل ما بيني وما بين المريض. احنا بندخل زي ما الساده المشاهدين شايفين، واحنا شايفين انا قدامي عدسه شايف فيها البروسيجر بتاعتي كلها. وبنبقى شغالين جهاز بيبقى بيطلع موجات من هنا. التقنيه دي تقنيه التبخير او كوبليشن، بنعمل فيها تبخير للغضروف نفسه لنواه الغضروف علشان نقلل الحجم الضاغط على العصب. طب وقت العمليه قد ايه؟ تاخد حوالي تقريبا 10 دقائق تلت ساعه. تطور فظيع، 10 دقائق نشفط بيه الغضروف بالظبط كده. بدون جراحه. يعني احييك يا دكتور بجد. هنا المريض معانا وانا شايف قدامي في الاشعه. هنا صوره الاشعه وصوره وانا داخل لجوه الغضروف ونواته. موضوع عمليه بتبقى في منتهى البساطه، والمريض بالمناسبه ما بيبقاش حاسس بحاجه، يعني بيقوم بعدها على طول ويقف ويتحرك عادي يمارس حياته الطبيعيه، خلال 3 ايام بيرجع شغله تاني. طيب دكتور، احنا كلنا بنسمع زمان عن الشرايح والمسامير، وكانوا دايما بيستخدموها طبعا في علاج او في عمليات الغضروف، انزلاق الغضروفي. طب تلات ارباعها كانت بتفشل والمريض بيرجع تاني يعاني، اسباب الفشل ده ايه؟ العلم الحديث او في الدراسات الحديثه اثبتت ان الفتح الجراحي او العمليات الجراحيه في حاجه اسمها متلازمه الام ما بعد العمليات الجراحيه. ودي بتحصل بنسب كتيره جدا، في اول سنه بتبقى توصل لنسبه 30%، ودي برضو التقنيه برضو بتبقى يعني نقدر نعالج لهم الالام ما بعد الفشل ده باسلوب بسيط جدا. ممكن زي ما احنا شايفين هنا ده عيان بيعاني من انزلاق غضروفي والم في العرق النسا اللي هو معظم الناس بتقول عليه بعد ما شخصناه، فاحنا بنعمل له هنا حاجه اسمها حقن لجذور الاعصاب، وداخلين على المكان بالظبط اللي فيه الالم للمريض، وبنعمل الصبغه عشان نبقى شايفين العصب بتاعنا نوع من انواع الامان بالنسبه لمرضانا، وبعد كده بنحقن مواد مضاده للالتهاب. اهمها يمكن كان الحقن في الفترات اللي فاتت كان في مجموعه من الحاجات، كلمه حقن برضو لا تعني كورتيزون عشان برضو في بعض الناس. احنا لا، في حقن تاني يعني ممكن حقن اخر مناسب جدا كمادة الهياليز، زي مادة اسمها البرولو أو برولوزون أو الأوزون الطبي أو المضادات للالتهاب للأعصاب. دي برضو من ضمن الحاجات اللي مناسبة جدا للمرضى اللي ممكن يكون عندهم ما ينفعش ياخدوا الاسترويد، لأن الاسترويد أو الكورتيزون ثبت إن هو بيزود المشكلة. طب الانزلاق الغضروفي يا دكتور بيأثر وبينزل الألم على الكتف وعلى الرقبة وعلى الدراع؟ بالظبط، احنا ممكن يجي لنا مريض يكون بيشتكي من الام في كتفه ويكون السبب الرئيسي هو انزلاق غضروفي في فقرات العنقيه الخامسه والسابعه، ده اشهر حاجه. عشان كده بقول لحضرتك ان المريض بيبقى التشخيص مهم جدا فيه، ان مش الشكوى ديت شكوى الغضروف والانزلاق والضغط على العصب، ممكن الالام الفقرات العنقيه برضو تسببها المفاصل جار فقرات. لو يمكن المفاصل جار فقرات العمود الفقري لو الساده المشاهدين شايفين هو مكون من فقرات فيرتبري بهذا الشكل، ما بينها في الانتر ديسك اللي هو الديسك اللي احنا شايفينه ده، لا في هنا بره مفصل تاني، مفصلين كاملين، مفصل اسمه المفاصل جار فقرات. مفاصل جار فقرات ديت
نفس دي ده نموذج للفقرات القطنيه. في نموذج لو في لو تخيلنا مع بعض ان في برضو للفقرات العنقيه المفاصل دي موجوده، ولكن بيكون العصب او الاعصاب الحسيه اللي بتغذي الاطراف الدراع او اليدين بيكون ماشي قريب جدا منه. ممكن يحصل التهاب هنا او خشونه او التهاب في الاربطه فتسبب نقل للالم للاعصاب. لو الساده المشاهدين شايفين برضو هنا تعمل مشكله زيها زي بالظبط عرق الناس او يمكن نقول الم في العصب، الم عصب ملتهب بتعمل التهاب في العصب. دي برضو ليها حل بدون ما يخضع المريض يعمل عمليات جراحيه. دكتور انا بشكرك جدا على المعلومات المهمه اللي حضرتك قلتها في حلقتنا، واظن ان هي او باذن الله تكون فادت الكثير من الشباب والبنات والسيدات والرجال، لان كلنا فعلا بنتصرف تصرفات خاطئه وبنشيل فجاه وبنوطي فجاه وبنروح الجيم ونرفع اثقال احنا مش قدها، لازم كلنا ناخد بالنا. بشكر حضرتك مره تانية. هنطلع فاصل، ما تروحوش في اي حته، فاصل ونواصل. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل، بس رجعنا على موضوع أنا شخصيا بخاف منه وموسوسة منه جدا، وهو الكورونا. الكورونا يا جماعة أصبحت دلوقتي ما بقاش في بيت في مصر، مش في مصر بس، لا ده أنا عايزة أقول لكم في العالم تقريبا كده، إلا وحد أصاب بيه أو ثلاث أرباع البيت جاله كورونا. طيب الجسم ده مناعته تقوى إزاي؟ أنا عايزة أقول لكم إن المناعة دي هي خط الدفاع الأول والحصن الحصين ضد أي مرض أو فيروس. طب علشان نقويها ونشد من أزرها زي ما بنقول، لازم يبقى فيه فيتامين أو فيتامين لازم ناخدها علشان نقوي هذه المناعة. طب هنقول فيه بجد أدوية أو فيتامينات ممكن تقوي المناعة ونواجه بيها هذا الفيروس اللعين؟ أقول لكم آه. طب عايز أقول لكم حاجة كمان، طب إذا لا قدر الله حضرتك أصبت بهذا الفيروس اللي هو الكورونا، ممكن يبقى فيه برضو فيتامين يقوي مناعتك ويخليك أو يعني تسرع أو يسرع يسرع سوري بالشفاء. آه فيه برضو. إيه هو الفيتامين ده؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع الدكتور مصطفى حامد، وهو استشاري الصدرية والباطنية والمستشار الطبي لشركة AMD. دكتور أنا عن نفسي في بداية الفقرة كده أنا بخاف قوي من الكورونا، يعني بخاف، وأنا شفت يعني عندي ناس كتير تعبوا وأعرف ناس كتير توفوا، فيعني الموضوع بالنسبة لي بصراحة حساس، يعني شخصيا أنا بالنسبة لي حساس. فإيه القصة الأول؟ تمام، مبدئيا كده احنا عايزين نبقى عارفين إن 85% من الإصابات بتعدي عادي مرور الكرام من غير أي حاجة، وده يخليكي ما تخافيش أو يخلي الناس ما نخافش، بس ناخد حذرنا، أو بمعنى صح نخلي بالنا من نقطة مهمة جدا، ألا وهي ايه اللي يقوي مناعتنا عشان نبقى تبع الجروب او المجموعه اللي هي 85%. 85% يعني كل 100 فرد فيهم 15 بيحصل لهم مضاعفات، و85 فرد بيعدوا عادي. يعني نسبه برضو كبيره، نسبه كبيره، بس انا دايما او احنا في الطب دايما بنبص لل15 على انهم رقم كبير، وده حقنا لان كل واحد عن حياته بالنسبه لنا مهمه جدا جدا جدا. عشان كده انا بخاطب ال 15 وبخاطب ال 85 في سؤال حضرتك ازاي نقوي مناعتنا. ايوه لازم اول حاجه اعرف ايه الحاجات اللي تقوي مناعتنا عشان اقدر ازودها او اقدر اقوي بيها المناعه. انا عندي خمس حاجات، ثلاثه انا بعتبرهم غايه في الاهميه، وغايه في الاهميه عشان فائدتهم مش في المناعه بس بالنسبه للمصابين او لقبل الاصابه، لا ليهم فوائد كتير جدا وهنقولها مع حضرتك. واثنين الناس مركزة عليهم، وبقول مش مهمة مش مهمين، لا هم مهمين بس مش بأهمية الثلاثة الأولانيين. طب هم إيه؟ فيتامين ألف
ودال والأوميجا 3. الثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا عشان أقدر أقوي مناعتي. أيوة. طيب بفرض ما أن أنا كلمت على 85، لا دول عدوا، طب هتكلم على 15، لأن أنا وارد أن حضرتك أو أنا أو أي حد من الجمهور يبقى من 15. صح. طيب انا مش عايز ابقى من 15، عايز ابقى من 85، يبقى لازم ازود فيتامين الف. المهم جدا جدا لمناعه خط الدفاع الاول بالنسبه لي اللي هو حاجه زي اغشيه الانف والفم والعين. انا الفيروس لما بيجي يدخل بيدخل عن طريق الفم او الانف او العين، عشان كده بنلبس الفيس ماسك او الماسك العادي بتاعنا. طيب اوريدي انا لو في مشكله عندي يبقى إذن الفيروس هيبدأ يدخل بمنتهى السهولة وهيخترق الجسم بمنتهى السهولة، وكده وفرت أول خطوة ليه في اختراقه الجسم، مع إني بعتبرها دي أهم خطوة لازم أصعبها عليه على قد ما أقدر. طيب أوريدي الفيروس دخل، هل فيتامين ألف برضو بيقعد ساكت؟ لا، ده بيقول لهم كمان أنا محتاج الجهاز التنفسي سواء العلوي أو السفلي يبقى على استعداد قوي جدا، حتى لو حصل التهاب يبقى التهاب محدود. يعني إيه التهاب محدود؟ شوية برد يا دكتور، حسيت بحكة في الأنف، حكة في الزور، يعني درجة حرارتي رفعت نص درجة، في حين إن في ناس بتتعرض لمضاعفات أصعب من كده. صح. وده الطريق بيبقى مفتوح قدامه. أيوة. فدي يا جماعة من أحد الأسباب إن نقول فيتامين ألف مهم جدا. طيب حاجة زي فيتامين دال بيكمل عمل فيتامين ألف، واتكلمنا في فقرات كتيرة جدا قد إيه مهم فيتامين دال عشان حيوية الجهاز التنفسي السفلي، اللي هي قصة الالتهابات اللي بتحصل على الرئة نتيجة الفيروس، بنسميها إحنا التليفات، اللي هي الاسم المعروف عنه دلوقتي بيقولك اسم تليفات على الرئة. حتى ده برضو فيتامين دال. شوفي حضرتك أنت قلت كلمة حلوة قوي، هو مفيد في الإصابة وبعد الإصابة وقبل الإصابة. لأني أنا قبل الإصابة عايز منه مناعة عشان لما يجي الفيروس ما يدخلش على صدري. طيب وفي الإصابة عشان الفيروس ما يتوغلش، أو حتى لو عمل التهاب يعمل في التهاب محدود. لأن إحنا بنيجي نبص على الأشعة المقطعية بتاعت المريض بتاعنا، بنبص بنشوف الإصابة قد إيه، أخدة قد إيه من الرئة. ما هي كل ما بتاخد حجم أكبر كل ما وظائف التنفس عندك هتقل. صح. طيب خلاص أصابت جزء من الرئة، بعد ما خفيت فيتامين دال في الكولوسيز فايدته إيه؟ مهم جدا جدا في نقطة مهمة قوي عندي، اللي هي عملية إن أنا أرجع بالتليفات دي بقى تبدأ ترجع، إنها تبقى أنسجة طبيعية وصحية جدا، وهترجع غصبا عنها هترجع. أيوة. بس بحاجتين. رقم واحد إن أي التهابات فيروسية وبكتيرية هي ريفيرسابل، يعني مرتجعة ترجع لأغشية صحية، عن طريق رقم واحد فيتامين زي فيتامين ألف، فيتامين زي فيتامين دال والأوميجا 3. الحاجات دي مهمة جدا لأنها مضادات التهابات. أيوة. وأنا بحاول أبعد بالمريض بتاعي على قد ما أقدر من قرص العلاج اللي خده الرهيب ده. بقول له لا، أنا هديك مكمل غذائي وخليك عيش مع المكمل الغذائي. دي نقطة. النقطة الثانية طبعا الذهاب لمتخصص في النقطة دي عشان يقدر يتابع عملية التليفات. ما أنا أقدرش أنسى برضو إيه الطب في النقطة دي، لأن في أنا بتابع الحالة أول بأول، بشوف كل أسبوع. غير كده في بعض المرضى بيخرجوا يقولك لا أنا مش هروح لمتخصص، مش هروح لكذا، يبقى أنا هفضل على أنا فيه. وفعلا بتوصل إنه بيقعد شهور بيقعد يكح المريض ومش عارف سبب الكحة إيه. وفعلا لو عمل أشعة مقطعية بتتشابه كثيرا مع الأشعة المقطعية كأنه لسه ساعات يقولوا التهاب رئوي أو كان عندك التهاب رئوي، لكن مزبوط. هو ممكن يكون كان كورونا. مظبوط. دلوقتي بيقولوا لنا ما تاخدوش فيتامين دي ده أو دال يعني وألف أو أي فيتامين إلا لما تحللوه، بالذات دي والكالسيوم. ويعني هل أنا ممكن آخد كلوسيز من غير تحليل؟ يعني اخده عادي كده؟ ممتاز جدا السؤال ده، فعلا سؤال كويس جدا. ايه اللي يخليني اخد الكولوسيز من غير تحليل؟ طيب مبدئيا في فرق من فيتامين ومكمل غذائي. ايوه. الفيتامين اللي حضرتك بتتكلمي عليه اللي هو فيتامين دال بتبقى جرعات كبيره جدا، وحدات دوليه بتبقى عاليه جدا، بيتكلم في 5000 و10000 و100000. دي بتسميها وحدات علاجيه، يعني بمعنى صح باخدها لو عملت تحليل فيتامين دي ولقيته ناقص عندي باخدها لفتره معينه. أيوة. واستمر بعد كده على الكولوسيز. طب انا ما عملتش التحليل، طيب هعرف منين ان عندي نقص؟ بقول له طالما ما عملتش التحليل يبقى على الاقل هناخد الجرعه اليوميه اللي محتاجها جسمك من فيتامين د اللي موجوده في الكولوسيز دي. أيوة. برضو نقطه مهمه جدا. يعني الكولوسيز لو خدناه واستمرنا عليه هل هيحصل تراكم من فيتامين د مثلا في جسمي؟ أيوة. لا مش هيحصل كده، لان هو هياخد الجرعه بتاعته بتاعت كل يوم. طيب دكتور كمان كنت عايز أسأل حضرتك سؤال مهم، هو أعراض الكورونا
بتختلف من شخص لآخر. مظبوط. طيب يعني هل كلوسيز المفروض انه يأثر من شخص برضو الآخر؟ يعني ما انا عايز اعرف برضو ايه الفكرة ازاي. مظبوط. بصي هو السؤال بالظبط، هل ليه كل شخص بتيجي الكورونا ليه بأعراض مختلفة؟ بشكل طيب لان كل شخص ليه مناعة مختلفة. يعني بمعنى صح، في شخص مناعته بنسبة 20% وفي شخص 40 وفي شخص 60 وفي شخص 80. كل اختلافات المناعة دي، انا قصدي في نقص في الفيتامين عند واحد اكتر من التاني. مظبوط طبعا ده اكيد، لان احنا كلنا مش بناكل اكل واحد. حضرتك ممكن اكلك النهارده غير اكلي انا، نظام اكلك انت النهارده، حضرتك ساكنه في منطقه ساحليه يبقى بتكتري من اوميجا 3، بتكتري من اكل السمك. انا لا، مش في منطقه ساحليه اوريدي، مش هاكل اكل السمك. الزراعات بتاعتي في دوله معينه بتبقى متاحه لاكل معين غني بفيتامين د، لا مش غني بفيتامين د، كل الحاجات دي. عشان كده بقول ان الكبسوله بتاعت الكوليسيز، ليه بقول كل واحد ياخدها حتى لو كنت ساحلي حتى لو كنت غير ساحلي، كل واحد ياخدها عشان حاجه واحده بس، ان هو فيتامين الف ودال والاوميجا 3 انا محتاجهم الثلاثه مع بعض، لازم يكونوا جاهزين معايا. طيب هي جرعه كلوسيز قبل الاصابه بتختلف عن بعد الاصابه ولا الاثنين واحد؟ لا الاثنين انا بالنسبه لي واحد، لاني انا بتكلم بخصوص اللي بيختلف في سن الشخص فقط لا غير. لكن بالنسبه للجرعه قبل او بعد او اثناء الاصابه ما بتختلفش خالص. ليه؟ لان في جرعه اليوميه، انا مش حدي اكتر من الجرعه اليوميه من محتاجها جسمي، اللي هيحتاجه جسمي هو اللي حدهوله. فعشان كده احنا بنقول دايما جرعتنا، دايما بنقول من سن سنه لسبع سنين ياخد كبسوله واحده بفضها له، لان غالبا ما يعرفش يبلع الكبسول. بفضيها على اي حاجه بيحبها الطفل سواء اكل او شرب، لانه مكمل غذائي لا يتعارض مع نوعيه الاكل. طيب فوق سبع سنين بدي كبسولتين لحد سن 40 سنه. طيب فوق سن 40 سنه بدي ثلاث كبسولات، او لو كان صاحب مرض مزمن زي الضغط او السكر او القلب. ده محتاج الكلوسيز اكتر من اي حد تاني. وده اكتر شخص معرض طبعا انه يتاذي اكتر من الكورونا. اكيد بيبقى عامل مساعد لينا، بس مش لازم، يعني مش لازم كل مشاهد بيسمعنا يكون عنده ضغط او سكر يخاف. لا خالص. هو احنا قلنا 85 من لا الناس. انا قصدي انه يبقى حريص اكتر انه ياخد هذه المكملات الغذائيه والفيتامينز عشان يعمل زي مزبوط. ما انا قلت كده دفاع. مظبوط. عشان كده تلاحظي ان انا قلت بنزود كمان بياخد ثلاث كبسولات طبعا. لان اوريدي انا مش هممني ان هو مثلا لو دخل في اصابه، هو هاممني ان انا حتى وانا بدي علاجي ما في علاجات لا تتناسب مع مريض الضغط، فبضطر اديها غصب عني ان انا اديها له عشان اقدر امنع ضرر اخر اكبر. فبالتالي لما باخد حاجه زي الكلوسيز، الكلوسيز ميزته مش في المناعه بس، كمان لمريض السكر هو بينظم مستويات السكر في الدم بما فيه من فيتامين الف ودال، واتكلمنا في كتير حلقات قبل كده قد ايه فيتامين د الف مهم جدا بالنسبه للانسولين. كمان بالنسبة لمرضى زي مرضى الضغط مهم جدا جدا تنظيم الضغط الدم بجانب أدوية الضغط بتاعتك وبجانب أدوية السكر. مرضى القلب قد إيه نسبة الدهون الضارة اللي بتترسب في جسمنا أو في الأوعية الدموية بتاعتنا، الكولوسيز بما فيه من أوميجا 3 بيعمل كنس للأوعية اللي الدهون الضارة زي الكوليسترول والترايجلسرايد. حاجات كتيرة جدا بقدر استفاد منها بجانب المناعة اللي هي شدت حيلها علينا بقالها سنة ونص. أيوة. مهمة جدا. فعشان كده احنا بنقول انا اخد حاجة تفيدني في 5 6 7 10 حاجات احسن ما اخد اركز على فيتامين يفيدني في المناعة بس. لا انا عايز اخد حاجة تفيدني في حاجات كتيرة كتيرة قوي. طب ايه الفرق بين كلوسيز يا دكتور وبقية المكملات الغذائية اللي في السوق؟ طيب مبدئيا كده احنا بنقول الكلوسيز هو عبارة عن فيتامين ألف وفيتامين دال والأوميجا 3. أنا بالنسبة لي كطبيب اللي أحبه فيه الكلوسيز إنه حاجة ناتشورال، حاجة طبيعية. أيوة. فبالتالي الحاجة الناتشورال لا تتعارض بالنسبة لي مع أي حاجة، عشان كده هو اسمه مكمل غذائي. يعني معنى كده بدون قطع كلام حضرتك إن لو أي حد بياخد أدوية لمرض مزمن كلوسيز ما بيعوقش أي حاجة من الحاجات دي. ده غير كمان أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، إن يكفيني إن على العلبة، وده انا شيء بطمن ليه جدا، غير لما بيدخل عليا ناس كتير ومعاهم علب اوريدي هي مش تصريح وزاره الصحه ولا الرقابه الدوائيه. مهم جدا ودي مهمه جدا عشان خاطر احنا بنقع. باخد الفيتامين يا دكتور المستورد اللي جايبه مش عارف من بره. انا احترم جدا اشراف وزاره الصحه والرقابه طبعًا. الدوائيه ليه؟ في حاجات انت ممكن حضرتك ما تعرفهاش مهمه جدا زي التخزين وزي الاشراف بتاع الماده الخام نفسها. أيه. دي حاجات انا ممكن اقعد اخد منه وما يفيدنيش في حاجه. في حين لان تخزينه تم تحت درجه حراره
ضيعت نص فايدته. لكن لما يبقى فيه طالع من مصنع او من جاي من مستورد من مصدر نيوزيلندي زي الكولوسيز وجاي على المصنع بتاعه التعبئه في الكبسوله الجيلاتينيه الصغيره وجاي بعد كده للصيدليه، كل ده في طرق تخزين معروفه، فبالتالي كل ده عدت على الرقابه، فبالتالي انا ضامن الحاجه. ده غير التسعيره الثابته، لان انا مش معقوله في متناول الجميع. اه طبعا مش هاي. كل شويه ابقى بسعر شك لانه مش تحت الرقابه، لكن الكولوسيز تحت الرقابه في النقطه دي. دكتور مصطفى كل مره بتجيلنا فيها بتفيدنا، واحنا زي ما قلت لحضرتك كده في البدايه كلنا مرعوبين من الفيروس ده اللي مش لاقيين له حل لحد دلوقتي. ان شاء الله باذن الله طالما انك انت مستعد صدقني انت عمرك ما تخاف ابدا من اي حاجه خالص. كلامك اهم حاجه في الحلقه دي بيطمن، نحب نطمن كل الساده المشاهدين، طول ما مناعتك قويه وطول ما انت بتاخد فيتامينز وبتاخد كلوسيز يبقى انت في الامان. بشكر حضرتك مره تانية. مشاهدينا ما تروحوش في اي حته، فاصل وراجعين تاني. مساء الخير عن جديد. بفصل الشتاء بيصير شعرنا أكثر عرضة للجفاف بسبب الطقس البارد والعوامل الخارجية يلي بتجرد الخصلات من الزيوت الطبيعية، وهذه من الأسباب يلي بتخلي الشعر يفقد رطوبته وبتخليه هش ومتكسر. ولحل هي المشكلة اليوم رح نحكي عن روتين عناية يومي للمحافظة على صحة الشعر وقوته ولمعانه مع الدكتورة نجلاء سرحان، دكتوراة التغذية العلاجية، دبلومة التغذية العلاجية من أكاديمية السادات، ودبلومة التجميل والليزر، ومدير شركة أورجانيكا جروب لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبية. مساء الخير دكتورة، أهلا وسهلا، شرفتينا ومنورتينا، سعيدة جدا بوجودي معك اليوم. دكتورة اليوم نحن عم نقدم حلول لكل الصبايا اللي بيحبوا يهتموا بصحة وجمال شعرهم وبشرتهم، وهي منتجات طبية طبيعية آمنة 100%. بداية دكتورة خلينا نبتدي مع الصبايا اللي شعرها كيرلي أو مجعد وبيضطروا أنه هنا يستخدموا استشوار يوميا أو البيبيليس. نحن اليوم معنا حلول لكل أنواع الشعر لكل مشاكل الشعر، بس خلينا نبتدي مع الحل المناسب للصبايا اللي شعرها كيرلي أو مجعد. انت قلتي حاجه كويسه جدا في المقدمه وهي بتتكلمي عن البروده او الجو الشتوي. طبعا في البروده فعلا وبسبب الطقس وانخفاض درجات الحراره طبعا الشعر بيفقد الرطوبه بتاعته، زائد مش بس كده كمان فصل الصيف، يعني بقى خارجين من فصل الصيف المصيف المصايف ونزول البحر وغسيل الشعر المتكرر فيه وتعرض لاشعه الشمس، كل ده ممكن يخلي لي الشعريه عندي هشه وضعيفه جدا فتبدا تتكسر الشعريه عندي. طبعا احنا بدانا نلاقي حلول في شركة أورجانيكا لموضوع الشعر الكيرلي المجعد الهايش. طبعا أنا بقول الفترة دي فترة الشتاء فترة علاج إذا كان للبشرة أو الشعر، يعني إحنا ما قلنا الصيف أو الشتاء بيحصل جفاف في الشتاء للشعر أو والبشرة كمان. طيب خلينا نقول إحنا عملنا إيه، بدأنا نشتغل على المشكلة دي. المشكلة إن في سيدات وبنات كتير بيبقوا مش عارفين ينزلوا شغلهم أو دايما على طول البيبي ليس، وعايزه اقول لك ان البيبي ليس موجوده دلوقتي في كل بيت طبعا، وده خطر جدا طبعا، يعني بتقصف شعرها هو بتبوظ شعرها بيأذي الشعر البيبي ليس طبعا. وعايزه اقول لك ان غسيل الشعر المتكرر مش بس بيدخل في تساقط كمان، لا ده كمان بينشف ويجيب في الشعر. الغسيل كمان بالشامبوهات اللي هي موجوده التجاريه اللي موجوده اللي بيبقى فيها سلفيت طبعا ده غلط جدا، بينشف برده الشعرايه جدا ويبدا يخلي الشعرايه كيرلي. طب الصبغه كتير والسشوار كتير، كل في طبعا في عوامل كتير جدا ممكن تخلي الشعر كيرلي. طيب احنا بدانا نشتغل على المشكله دي، قلنا احنا محتاجين نرمم الشعرايه من بره ومن الطبقات الداخليه اللي موجوده. طب نرممها ازاي يا جودي؟ قلنا نعمل بروتين. طب يا جماعه بروتين، لا البروتين واخد مفهوم ان لا بروتين يبقى لا 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 ده بيبوظ الشعر. ما هو البروتين اللي بيبوظ الشعر فيه فورمالين. اوكي ده مفهوش هو الفورمالين يمكن يبوظ الشعر دكتوره من البروتين. بصي انا احنا اشتغلنا على كل المكونات الطبيعيه اللي هي بروتين وكيراتين، واشتغلنا على الكولاجين عشان يزود لي سمك الشعريه نفسها، فيتامينز عشان يغذي الشعرايه، عندي زبده شيا عليك محتوى المائي داخل الشعريه، كل ما ترطبي الشعريه كويس قوي كل ما تلاقي المحتوى المائي بتاعها كويس جدا فالشعريه تبقى معاكي ناعمه وقويه فيها حيويه وفيها لمعه كتير. صح. طيب تعالي نرجع بقى لحته ان احنا الشعر نفسه بنشتغل على الطبقات الداخليه. طيب حطينا فيه احماض امينيه والاحماض الامينيه مع الكولاجين مع البروتين مع الكيراتين مسؤوله عن فرد الشعر. طيب بيفرد ازاي ما فيهوش فورمالين؟ ايوه لان مادتين الفرد اللي فيهم هم البروتين والكيراتين.
طيب مادة الفورمالين دي مادة حفظ. كانوا بيحفظوا بيها الموتى زمان. بيحنطوا فيها صح؟ تحنيط. تحنيط. فطبعا طيب فايدتها ايه في البروتين اللي موجود بره اللي هو الضار للشعر؟ بتثبت النتيجة لوقت اكتر صح؟ هو طبعا كارسينوجينيك يعني بيعمل بتسبب طبعا بيسبب كانسر وبيسبب طبعا, طبعاً ضرر للي بيعمل البروتين واللي كمان بيتعمل له البروتين. فطبعا احنا بدأنا نشتغل على دي وبدأنا نعمل الكاتل جولد دي وهي فيها ايه بقى؟ فيها البروتين وفيها كمان الشامبو وفيها الهير ماسك وفيها السيرم. الله طيب. باكج كامله بالظبط. ليه انا عملت كده او عملنا كده ليه في شركه اورجانيكا؟ السيده او البنت لما بتيجي تفرد شعرها او حتى الراجل دلوقتي الراجل كمان ساعات بيدخل في موضوع الفرد لما بيبداوا يفردوا شعرهم بيبداوا ان هم يقول لك طيب انا مش عارف استخدم شامبو ايه مش عارف احافظ على البروتين فتلاقيه بيستخدم اي حاجه فيبدا البروتين ينزل صح. لا احنا عايزين كل حاجه طبيعيه تبقى هي نفس مكونات البروتين فبدانا نعمل الشامبو نفس مكونات البروتين برضو بروتينات كيراتين احماض امينيه في زبده شيء في كل حاجه يعني كل شيء ممكن نستخدمه للعنايه بالشعر بنفس التركيبه وكله بقى. طبيعي بالظبط الافتر كير للبروتين عشان احافظ عليه فتره اطول ما هو كل ما انا هحافظ عليه واديله نفس المكونات اللي انا فردت بيها هيفضل معايا صحي ولامع وناعم طبعا والاحلى انه دكتوره انا عم بستخدم مواد طبيعيه ما فيها اي مواد كيميائيه بتاثر على حاجات صحه الشعر طيب هي للصبايا اللي شعرهم كيرلي ومجعد قدمنا لهم حل للصبايا يلي هن دائما بيغيروا الوان شعرهم وخاصه يلي بيصبغوا اشقر او بيعملوا مثلا لو لايت ممكن يستخدموا دكتور هي المجموعه بالضبط بصي عايزه اقول لك ان في صبغات دلوقتي مخصصة للبروتين فري أمونيوم يعني صبغات فيها مكونات تانية طبيعية أكتر فبتديكي نفس اللون أبعد عن الحنة يعني أنا لو عايزة أعمل بروتين أو مقبلة أن أنا أعمل بروتين بلاش أعمل حنة الحنة بتطرد البروتين أوكي. فلازم يعدي وقت شوية من 3 شهور لست شهور أوكي. وبنعمل تيست للشعراية كمان عشان نقدر نعمل لها بروتين طيب الصبغات ممكن أصبغ عادي بعد وأوصل لكمان الدرجات البلوند اللي هي الدرجات الدرجات أوكي. اللي هي الأشقر ما بيأثر دكتور على درجة الصبغة ما بيحصل أي حاجة صح؟ علشان فري أموني ما فيهاش أموني ما فيهاش كيميكالز خالص الصبغات بصي يا جودي وراكي هتلاقي أو بصي على السكرين نفسها هتلاقي إن عندك الشعر بقى ناعم طبيعي تحس ان هو ناعم طبيعي وقوي يعني الشعرايه في عندك الويفي بسيط وفي الكيرلي قوي وفي الشعر اللي هو الافارقه او الشعر الافريقي اللي هو بيبقى خشن قوي ومجعد قوي وفاقد للحيويه خالص فاقد للمعان كل ده طبعا بنرممه وبنبدا نفرد ونرمم عايزه اقول لك ان البروتين فرد وترميم بصي الشعرايه ناعمه ازاي دكتوره النتائج رائعه ما شاء الله ناعمه حتى لون الشعر بتحسيه احلى خلي بالك دي طفله كمان دي طفله كمان الله. يعني اطفال امن على الاطفال طبعا لانه ما بيحتوي على اي مواد كيميائيه اي مواد كيميائيه ما بيحتويش عليها وانا بقول دايما نستنى على الطفل لما يبقى عنده 6 سنين أوكي. يعني 5 سنين 6 سنين ابدا ان انا افرد الشعر أوكي. بصي الشعرية نمع ازاي رائعه بتلمع دكتوره حتى بتحسي الشعر غير انه هو لامع لانه كثير بنشوف شعر لامع بس بتحسيه ملزق فيك. ما فيه تحسي فيك شويه 100%. او مشدود قوي الشعرايه لا تحسي هنا الشعرايه فيها مرونه حلو جدا وفيه كثافه وحيويه بصي ده الشعر الافريقي اللي كنت بقول لك عليه بصي الشعر بصي اللمعان بقى ولو خدتي بالك ان الدرجه الاسود هيفضل اسود يعني انت عندك الشعر هنا كان افريقي خشن قوي ادى لمعه وضي وادى كمان فوليوم للشعرايه يعني الشعرايه عندك صح. فيها كولاجين هتلاقي سمك الشعرايه يلي بالزبط. فعلا بيعطي شكل صحي ولامع للسيده يلي بصي هنا في الصوره دي الشعر كان تالف يعني كل صوره ليها قصه او كل شعر ليه حاله فعندك هنا الشعر كان تالف وهايش ومقصف لو تلاحظي في تقصيف في الشعره نفسها دي بنوته في عمر شاب البلوند هو اللي كنت بقول لك عليه ان هي ممكن تعمل شعرها عادي توصل بيه برده الشعر كان جاف جدا عندي وهايش وبدا ان هو الشعر خلاص خلصناه وبعد كده صبغنا بالصبغات اللي هي بتبقى فري امونيا مخصصه للبروتين يعني دكتوره فعلا النتائج اكثر من رائعه حلوه كثير نحن مو بس عم نحكي عن شعر ستريت عم نحكي عن نضاره وصحه وحيويه وكثافه بالشعر بالزبط. غير الشيء اللي بنشوفه بالطرق الثانيه لتسميل الشعر او تمليصه بتحسي الشعر كثير بقله وبيصير خصته قليله جدا طب دكتوره قدمنا حلول للصبايا اللي بيعانوا من مشاكل بالشعر ان كان شعر مجعد او حتى اللي فيه نكشه المشكله الاكبر بقى اللي عم نعاني منها وتحديدا بهي الفتره تساقط الشعر شو هو الحل لهي المشكله بس يا جودي تساقط الشعر سبب كتير قوي الاسباب بتاعته كتيره جدا صح. جدا يعني احنا لو اتكلمنا في بعض الاسباب سريعا يعني اول حاجه ان انا ممكن اعمل رجيم قاسي فياثر عليا ما اخدش الفيتامينز والمينرالز اللي انا محتاجاهم كل يوم فبالتالي شعري بينزل طيب
نقص التغذيه نفسه والحاجات الفاست فود اللي موجود بره دلوقتي، وان انا ما بتغذاش كويس في البيت، الرضاعه، الحمل، الحاله النفسيه، الحاله النفسيه طبعا، الاسترس طبعا، الاشياء اللي بنعملها في شعرنا، سشوار، مكوى، غسيل متكرر، لبس الحجاب على شعر مبلول، لبس البواريك على شعر مبلول. انا ممكن البس باروكتي بس في نفس الوقت احافظ على شعري. يعني انا مش عايزه اهلك شعري. ناس بتلبسها دلوقتي مش عايزه تهلك شعرها في الالوان، فطبعا انا ممكن اعمل ده، بس طبعا امشي على سيستم. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا شعرنا، فشعرنا ده حاجه طبيعيه، فمحدش هيستغنى عن حاجه طبيعيه ابدا. فيبقى انا لو حتى بعمل ده يبقى لازم على الاقل ان انا امشي على سيستم عنايه للشعر بحيث ان انا احافظ عليه. بالعكس انا هحتاجه في طبعًا. وقت بزهق ممكن عايزه اغير، عايزه اقص قصه حلوه، يعني بصي هحتاج الطبيعه طبعا. بعدين دكتوره كتير بيهمنا حتى جمالنا بقلب البيت، يعني الصبيه بتحس طبعًا. حاله مرتاحه اكتر لما بيكون شعرها طول الوقت حلو، بيغير النفسيه 180 درجه طبعا. يعني الشعر بيغير النفسيه 180 درجه فعلا. عايزه اقول لك كمان ان هو تاج المراه طبعا، فطبعا مهم جدا ان احنا نهتم بيه وان احنا نعمل سيستم عنايه. طيب نفس المشكله دي يا جودي حصلت طبعا، عايزه اقول لك ان اسبابه كتير لسه، بس التقدم في العمر، الشعر دايما الامهات اللي بيشدوا شعر اولادهم لورا، الديل الحصان والكحكه اللي بتتبرم جامد دي، ويبدا الشعر ينحل معاكي من هنا. دكتوره انا بقول لك ان انا بالمدرسه طول الوقت عندي صداع من كتر ما كنت شد شعري، الحتت دي زي الحواجب مشدوده والشعر برده فيه حاجه. فطبعا كل ده بيضعف البصيلة الشعر. طبعا احنا بدأنا برضو نفس المشكلة نشتغل عليه. احنا عندنا حاجة كويسة في أورجانيكا وهي ان احنا بنشوف النيد ايه، يعني احتياجها. اذا كان هشتغل على مشكلة الشعر بالضبط ونبدأ نشتغل عليه. طيب احنا لقينا ان احنا ممكن نعمل حاجة، طبعا في دراسات كتيرة اشتغلنا على الدراسات دي كلها والدراسات العالمية كلها، ان في عندنا الكافيين بيسرع من نمو الشعر. طيب بديل ايه؟ بديل المينوكسيديل. يعني في ناس بتستخدم مينوكسيديل، فالمينوكسيديل عندي بيوقع الشعر، يا اما تفضلي ماشيه عليه مدى حياتك. اوكي. يعني بيطلع بيوقع القديم والجديد. طيب هو في بديل ليه؟ في بديل طبيعي هو الكافيين. يعني عندنا كافيين، عندنا قهوه خضراء مضادات اكسده طبيعيه عشان تحافظ على الشعريه من الشيخوخه. عندي جينسنج منشط طبيعي لفروه الراس. طيب وعندي كمان ماده السوبالميتو، دي بتكافح هرمون الدي اتش تي اللي هو بيأثر على الصلع الوراثي او التساقط الوراثي. الله. طيب عندي كمان مجموعه من الزيوت الطبيعيه، عندي فيتامينز عشان يغذي لي فروه الراس. فطبعا احنا حطينا كل المكونات، معززات طبيعيه عشان تعزز نمو الشعر، وكمان نغذي بالفيتامينز، وكمان نغذي بالزيوت الطبيعيه. كل ده في اللوشن، لوشن الامباتيليه المجموعه السيلفر. المجموعه السيلفر فيها بقى نفس مكونات اللوشن، وبرده عملنا فيها ايه؟ عملنا الشامبو وعملنا الزيوت. اوكي. يعني دكتوره بتعرفي شو الكثير حلو بهي المنتجات؟ اولا هي مجموعه كامله، انا عم بستخدم كل الاشياء اللي ممكن استخدمها على شعري، يعني ما ممكن استخدم ماده كيميائيه ثانيه تاثر على النتائج اللي انا عم اشتغل عليها بهي المستحضرات، بلس انه هي طبيعيه 100%، وبلس انه هي قدمت لي كل الخيارات اللي انا بحاجتها لحتى اهتم بشعري، من بلسم، من شامبو، من كونديشنر، من تريتمنت. ثانك يو سو ماتش دكتور على الاختراعات الرائعه. عايزه اقول لك ان احنا كمان اما قلنا ان احنا لازم نعمل المجموعه كامله، ليه؟ كل ست بتاخد حاجه تبقى عايزه بتدور، طب انا اغسل بايه شامبو؟ طب اعمل ايه؟ 100% رديف بالظبط. فبدانا نقول طيب احنا عايزين يبقى نفس المكونات اللي موجوده في اللوشن هي اللي موجوده في الشامبو بنسب معينه، والشامبو يكون طبي، لان انا ممكن اخد اللوشن واستخدم شامبو تاني يجفف الشعر يبوظ الشعر عندي فيه سلفيت. طب ما انا ما عملتش حاجه، طب ما انا هغذيه هنزله تاني. فطبعا بدانا نقول لا احنا عايزين حاجه طبيه، شامبو طبي. طب الشامبو الطبي رغوته خفيفه، يعني تعرفين ان رغوته خفيفه مش تقيل. انا ما افرحش بالشامبو اللي بيرغي جامد وبينظف جامد قوي فتلاقي الشعر عندي بتكون عامله تحت الشعر. بصي يقول لك ايه، انا بحس ان الشعريه نظيفه عشان الشعريه بسمع صوتها. لا طبعا، هذا اكثر شيء بياثر على الدهون الطبيعيه طبعا اللي على الشعريه، فبيخلي الشعريه عايزه تحافظ على نفسها فتره اطول، فتبدا تطلع المحتوي المائي الموجود داخل الشعريه، الشعر يتقطع ويتقصف ويتكسر اللي احنا بنقول عليه شعر يتكسر فعلا. طيب مجموعه بقى من الزيوت الطبيعيه، اكتر من حوالي 13 زيت. عايزه اقول لك ان هو ده بيتعمل حمام زيت. طبعا طريقه الاستخدام لما بيتصلوا على التليفونات بيلاقوا فريق طبي بيرد عليهم ويبدا يشرح لهم طريقه الاستخدام بالظبط. الله. طب دكتوره احنا هون عم نشوف صور بيفور اند افتر، وفعلا الشعر اللي كان فراغات. بصي فراغات موجوده، فراغات تبدا تلم. طيب الكلام ده يا جودي بقى كل الصبايا اللي بيحطوا اكستنشنز عندهم هي الفراغات دكتور. بالظبط، برافو عليكي. ده من الحاجات فعلا المدمره لبصيله الشعر الاكستنشن. طيب بصي الفراغ كمان، بصي الفرق الشعر نفسه واسع فيبدا يلم تاني. طب في خلال قد ايه يا جودي؟ ايوه انا هاتي بدي اسالك، قديش لازم ندور على من 3 شهور ل 6 شهور. الله. ليه؟ ليه؟
لانه في ناس متخيله ان انا لما اخد بصي دي ده الصوره دي اللي انا بقول لك عليها الناس بتشد شعرهم لورا فتبدا الشعر ينحل من هنا معنى اصح او يبدا يعمل فراغات. طيب ليه من 3 شهور لست شهور؟ لان دي دوره حياه الشعرايه من 3 شهور فطبعا ما ينفعش حاجه احطها دلوقتي هتطلع لي شعر دلوقتي. الزرعه نفسها لو انت جبتي بذور زرع وحطيتيها عشان تزرعيها هتعملي ايه؟ 100% صح طبعا فهتفضلي شويه ترعي الزرعه دي علشان تبدا تطلع عندك وتبدا كمان يبقى خضارها حلو وتديها سمات كويس صح. لكن انا بسمع دايما انا عالجت شعري مش تسمعي الكلمه دي انا عالجته خلاص بس انا كنت بعالجه يعني ايه كنت بتعالجي ده سيستم اصلا لازم تمشي عليه. طب انا بطلت اللوشن يبقى لازم استخدم شامبو طبي لازم استخدم مجموعه من الزيوت الطبيعيه كونديشنر كويس هير ماسك كويس ما ينفعش اعالجه خلاص لازم طب دكتوره مبدئيا يعني انا متاكده انه كل الصبايا اللي عم يحضرونا والسيدات اللي عم يحضرونا وحتى الرجال يلي بيعانوا من هاي المشاكل بالشعر بيقدروا يستخدموا هاي المستحضرات بحاجه لاوفر جميل مثل المستحضرات الموجوده معنا فخلينا نقدم لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا اوفر على كل المنتجات اللي موجوده معنا اليوم. بس انا هعمل الاوفر ده عشانكم تمام وعشان المشاهدين وعشان الوايت فرايدي اوكي هنعمل خصم 50% وعامله حاجه كمان جميله قوي اوكي ودي اصلا عشان مصداقيه الشركه كمان ان احنا اي حد هياخد مجموعه الفرد هيجي يفرد في المركز. انا عندي مركز سنتر للهير والسكان يجي يفرد الشعر مجانا. الله جميل قوي ده يعني هيك دكتوره ما بعرف قديش هتلحقي عالم يجوا على هذا الاوفر. هو ما هو يعني احنا هنحددها كده بنقول اول 50 حاله اوكي اول 50 متصل ياخد الاوفر ده. الله هتشوف التليفونات بترن من دلوقتي حالا دكتوره عم نشوف حتى اراء الاوفرات كمان على منتجات البشره ومنتجات التساقط برضو وفي جلسات ممكن ياخدها فور فري برضو زي البي ار بي للشعر وفي بعض الجلسات للبشره تنظيف البشره برضو لو خد مجموعات معينه. واو. بصي واو. الريفيوز ده ريفيو ده حلو جدا دي كاتبه في 25 يوم حصل انبات للشعر او طلع البيبي هير ده مش مقياس يعني انا ممكن ناس عندي من 25 يوم ممكن شهر ممكن اسبوعين ممكن 3 شهور حسب مشكله الشعر فانا دايما بقول وبدي وقت من 3 شهور لست شهور كمان العالم تعطي وقت لحتى تشوف هي النتائج. ايضا دكتوره سريعا خلينا نخبر كل المشاهدين اللي عم يحضرون انه في عنا مستحضرات ايضا طبيه وطبيعيه 100% للبشره بس خلينا سريعا نقول عنها وبحلقات جايه اكيد نحكي عنها بشكل مفصل اكبر. بصي قبل ما اتكلم عن منتجات البشره انا عايزه اقول ان المنتجات كلها مصرحه من وزاره الصحه المصريه واخده شهاده الايزو 9001 على الجوده جوده التصنيع أوكي. فطبعا احنا هنا عملنا مجموعه البشره عملنا غسول للبشره غسول طبيعي انا ان شاء الله في حلقات تانية هجربه لك وتشوفي عامل ازاي غسول كريمي للبشره بينظف البشره كويس قوي في مقشرات طبيعيه سريعه بتشيل الجلد الميت بتنشط الدوره الدمويه في البشره ممكن كمان يشتغل تفتيح. عايزه اقول لك كمان ان احنا عاملين كريم للتجاعيد وامتلاء الخدود او امتلاء الخطوط الرفيعه اللي موجوده. طب ازاي؟ لان في كولاجين بحري مهم جدا كولاجين بحري لاستين بحري في هايرونيك اسيد في فيتامين سي واي واي وفي زبده شيا وفي زيوت طبيعيه فكل دول مضادات اكسده انا محتاجه ان انا اكثف الشغل ارمم البشره. انا بحب قوي حته الترميم دي ان انا ارمم ما افسده بقى العوامل الجويه وايضا نحافظ على جمال ونضاره البشره لو بشرتنا حلوه وابدا من بدري كمان يعني طبعا في ناس من عمر صغير عايز اقول لك في 16 سنه و17 سنه عندهم خطوط في بشرتهم والبشره مجعده لا اهتم ببشرتي ارطب بشرتي. بالختام دكتوره بنتشكرك كثير على وجودك معنا بنتشكرك على كل النصائح والمعلومات والمنتجات الرائعه اللي خبرتينا عنها شكرا كثير لوجودك شرفتينا ونورتينا جميل يا حبيبتي.